السلام عليكم متتبعي عبد الرحيم فلوك. اليوم شفت لكم فيديو لواحد المقهى آسيوي كان بالحي المحمدي وبالضبط بفالوم ليل سميتو كاتاي سوشي. ريستو زوين مرتب واستقبال زوين وهادي عينة من البخي والمأكولات اللي كيقدموا. طبيعة الحال المأكولات كلها آسيوية. بالنسبة لي أنا خديت أكلة تايلاندية وهي غاتي أفخوي دماغ، ثمن هو 75 درهم. أكلة رائعة جدا، مذاق رائع، كل ما تحمل الكلمة من معنى كنصحكم به بطبيعة الحال. وشاهية طيبة للجميع وتبارك الله عليكم، ولا تنسوا دائما بارتاجي وابوني. ميرسي بوكو.